اخضر، كحلي، اورانج او اخضر. انا اكثر لون بحبه هو اللون الازرق الغامق، بس كل ما بدي اسال العالم عنه بيطلع لون موف مش ازرق. اول ما بديت ارسم اطلع على الالوان اللي بتريحني اللي بشوفها ظابطه والون دغري، بس كان على طول تواجهني ملاحظات انه مثلا الون بدل العيون الزرق موف، بدل الشعر البني اخضر. فما كنت اعرف، كنت افكر انه طبيعي، ما بعرف الالوان بتعلمها مع الوقت. فمن شي سنه تقريبا فت على جوجل مشان الاقي طريقه اتعلم الالوان، بفكر انه الشغله ما خاصه بقدره النظر. اكتشفت انه انا ما عم الوان، بخصوصا باللون الاحمر والاخضر ما بشوف كل الدرجات، فبضطر لما اكون عم ارسم لازم يكون في حدا عم يدلني، واعطوه لاخوي عبد الله بما انه بيرسم مثلي قادر انه يساعدني بالالوان. اعطينا مثلا بظن حذرته. وعمل الوان مش شيء كثير مؤثر على الحياه اليوميه، في كثير عالم ما بتكتشفه اصلا، لانه ما حدا بيقدر يخبر الثاني كيف نظرته وكيف بيشوفه الفرق بيناتهم. بس لاني برسم ومضطر اتعامل مع كثير درجات من الالوان، فقدرت اعرف انه في مشكله عندي. اكثر شيء بتضايق انه انا اكثر واحد بتهمني التفاصيل، بتهمني رينج الالوان درجه، هي اكثر شيء بهم الرسامين، العالم العاديه ما بتنتبه له. بس معي بالتحديد العالم العاديه بتنتبه لتفاصيل بالالوان اكثر مني بكثير، انا ما قادر اشوف. اكبر تحدي بواجه الرسام انه ما بتستفيد شيء من الرسم، شو بدك فيه، مضيعه وقت. مع هيك كنت عم اكمل واجرب انمي حالي مع الوقت. هذا الدفتر دائما مثل رفيقي، بضل معي طول الوقت لانه كل ما يخطر على بالي رسمي احسن ما اروح وانساها دغري، بسجلها مثل نوت صغير سكتش بعدين بكملها بعدين بالبيت. وانا اصلا مش اجتماعي وما كثير بحب احكي، فبلتهي بالرسم احسن.